بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن إحنا إيش نبغى نسوي؟ نبغى نعدل جميع الملفات بحيث إنها تتوافق مع السيشن، بحيث إنها تتوافق مع السيشن. طيب، لو جينا هنا قلنا مثلا شو فورمز، لاحظ تسجيل الدخول، خلينا نقول تسجيل الدخول. أنا الآن عندي مثلا مستخدم اسمه خالد، 1 2 3 4 5، لاحظ سكسس، اعطاني سكسس. فين راح هو؟ راح لتشيك لوجين. المفروض انه بعد ما يسوي تسجيل الدخول يجيب البيانات من قاعده البيانات ويخزنها في السيشن ويحولني للصفحه الرئيسيه للمنتدى. هذه اول خطوه نبغى نسويها. فاول حاجه حنسويها حنروح لصفحه تشيك لوجين ونشوف كيف يصير هذا الكلام. طيب، نيجي هنا للمجلد ونشوف اللي هو check login ونفتحها. لاحظ ايش اللي يصير الان. احنا عندنا ملف السيشن، طيب فتحنا check login. اول اي ملف تبغى تتعامل فيه مع السيشن لازم تكون في داله session start، وعشان نخلي فيه session start نجي هنا نقول تبي في اول سطر نقول require once، بعدين نقول session.php. الآن كذا سوينا احنا انكلود لهذه الصفحة أساس يكون فيها معلومات السيشن. لاحظ معايا في الصفحة دي في الأخير ما يهمني أي شيء هنا في الصفحة غير الجزء الأخير. إذا نجحت العملية احنا نقول له success. أطبع نبغى نشيل هذه ونجي نقول له شوف، لاحظ معايا معلومات اليوزر فين مخزنة؟ مخزنة الكائن هنا في يوزر، لأنه قلنا له جيب اليوزر بالاسم وبعدين شيك على الباسورد، اذا كان الباسورد مضبوط نفسه سجله دخول. طيب معناته معلومات المستخدم اللي جبناه من قاعده البيانات، الكائن هو عباره عن كائن تم استرجاعه بداله تايني اف يوزرز جيت باي نيم، وهذه شرحناها. طيب الان احنا ايش نسوي؟ نيجي نقول سيشن، لاحظ يوزر انفو اللي استخدمناها اول يساوي يوزر. لاحظ ايش معنات هذا؟ معناته خزن بيانات المستخدم او الكائن اللي فيه معلومات المستخدم خزنه في يوزر انفو اللي كان موجود هنا، اللي كان موجود هنا كانت قيمته فولز لانه مو مخزن فيه اي شيء. جميل. طيب ايش فائده فولز؟ الحين نرجع لهذا الكلام. اذا كانت يوزر انفو قيمتها فولز معناته المستخدم لسه ما سجل دخول، معناته المستخدم ما سجل دخول، فهذا اللي يفيدنا بعدين نعرف نسجل دخول او لا، نسجل دخول او لا. فهذه اول خطوه خزننا معلومات. في نقطه ثانيه، لو رجعنا للجدول تبع قاعده البيانات حتلقى انه في اسم اليوزر في الباسورد، واحنا عشان من باب الامن نحاول اننا يعني في اكثر من طريقه بس انا بسوي اسهل طريقه. مو احنا عندنا في اليوزر في حقل اسمه باسورد احنا ما نحتاجه فنخليه هنا زيرو، طبعا ما هيغير في قاعده البيانات، ما هيغير في قاعدة البيانات لأنه هذا الكائن تم جلبه من قاعدة البيانات. فاحنا سوينا الحركة دي عشان نخلي قيمة الباسورد صفر لليوزر بحيث أنه ما تظهر لو أحد استغل أو حاول يخترق عن طريق السيشن أو شاف المعلومات يطالع في الباسورد. تقول لي مشفرة، حتى لو مشفرة احنا ما نبغى يوصل لأي معلومة ممكن تفيده. طيب هذه نقطة بسيطة، في طرق كثيرة بس أنا الآن بحكم أني أتواصل مع أشخاص مبتدئين وبغون يتعلمون الموضوع فنحاول نوعاً يعني نتكلم بأبسط الطرق. هذه أول خطوة، جلبنا البيانات من قاعدة البيانات بعد ما شيكنا في اللوجين وخزناها في اليوزر انفو. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.